التشارع والنزاع في داخل الكونغرس سيد طارق، ويبدو أنه بالفعل انتقل إلى الشارع، من داخل الكونغرس إلى الشارع الأمريكي. حدود هذا التصعيد في الشارع الأمريكي، ماذا تتوقع؟ يعني أعتقد أنه هذا كان يعني يثير مخاوف من حدوث يعني اشتباكات ومنازعات ومحاولات ربما تكون متعمدة من جانب الأنصار ترامب لإثارة الفزع أو وقف الجلسات داخل الكونغرس أو يعني تشويه العملية الانتخابية. أعتقد أن هذا جزء من الأمر، ولا أعتقد أنهم سوف ينجحون في النهاية، لأنه يعني سيكون من الصعب عليهم أن يقتحموا الحواجز وأن يدخلوا إلى الكونغرس لإجبار مجلس الشيوخ ومجلس النواب على وقف العملية. يعني لم تكن هناك سابقة قريبة في العصر الحديث على ذلك، وأعتقد أنه عمدة واشنطن تستطيع أن يعني تطلب مزيد من القوات للمساعدة، سواء من ولاية ميريلاند أو فيرجينيا، وكلتاهما يعني تؤيدان بايدن، فسوف يكون من السهل استدعاء مزيد من قوات الشرطة ولمكافحة هذه العمليات، بالإضافة إلى أيضا تستطيع أن تستقدم قوات من الحرس الوطني وهم موجودون بالفعل لكنهم بمئات قليلة، ربما تطلب مزيد من القوات، وبالتالي لا أعتقد أنهم سوف ينجحون. لكن بالتأكيد هذا المشهد هو يضر أيضا يعني بالعملية الديمقراطية التي كانت تمثل قدوة للعالم المتحضر في الولايات المتحدة. يعني الديمقراطية الأمريكية راسخة بدستورها وبنظامها وبمجلسيها، وما يحدث هو بالتأكيد يعني يشكك في الديمقراطية وفي فعاليتها، خصوصا وأن العالم كله يتابع هذه الجلسات عن كثب وعن قرب. حتى ولو كانت النتيجة سوف تسفر عن خسارة ترامب في النهاية في معركته، إلا أن مكسبه هو مزيد من التشكيك لدى الناخبين الأمريكيين ومزيد من التشكيك في الديمقراطية الأمريكية ونجاحتها. طيب، يعني هنا تساؤل، إلى أي مدى هذه الخطوات الترامبية من شأنها زيادة الفرقة بين الجمهوريين أنفسهم، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، وهل يعير ترامب من خلفيته التي جاءت من خارج المؤسسة السياسية انتباها لهذه الفرقة التي يزرعها، أم أنه فقط ينظر لمستقبله ولطلباته الشخصية أو طموحاته الشخصية؟ يعني اعتقادي الشخصي أن ترامب يعني ينظر لمصلحته الشخصية، وهو يريد أمرين. الأول ما ذكرته من قبل، من أنه إذا فكر وإذا نجا من الملاحقات القضائية التي تلاحقه خصوصا في ولاية نيويورك، هناك 4 قضايا تنتظره فور خروجه من منصبه، سيكون ملاحقا قضائيا في أكثر من قضية، وبالتالي يعني إذا نجا من كل هذه القضايا فربما يفكر في العودة إلى الترشح. إذن هل هنا سيد طارق يحاول ترامب ربما أن يعقد صفقة مع الديمقراطيين مقابل التوقف عن ملاحقتهم أو التشكيك في نزاهة الانتخابات، تضمن له الخروج من هذا المأزق الذي ذكرته الآن؟ هذه الملاحقات التي تحدثت عنها أنا منذ قليل هي ليست ملاحقات فيدرالية، وبالتالي هي يعني ليس من صلاحية الديمقراطيين أن يتدخلوا فيها، إنما هي ملاحقات تخص ولاية نيويورك وتخضع لقانون الولاية في نيويورك، وبالتالي لا يمكن إعفائه منها حتى لو عفى ترامب خلال الأيام القليلة القادمة عن نفسه أو استقال وطلب من بنس أن يعفو عنه. لن ينجى من الملاحقات القضائية والقضايا التي تنتظره في نيويورك، لأنها تخضع فقط لقانون الولاية. لكن هو ربما يعني يريد أن يحتفظ بشعبيته، وبالتأكيد هو يريد أن يرسخ فكرة أن الانتخابات زورت وأنه ما زال هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة، وبالتالي يكون لديه عدد كبير من الحشود الجماهيرية التي يستطيع أن يحركها إذا ما فكر الديمقراطيون مستقبلا في
ملاحقته على أساس فيدرالي، بمعنى رفع قضاوى دعاوى قضائية تخص القانون الفيدرالي الأمريكي، ربما يفكر في ذلك. وهو أيضا ربما يريد أن يعني يبعد نفسه بشكل أو بآخر عن أي إمكانية لمن يفكر مخصوصا من التيار الديمقراطي المتشدد من الليبراليين الذين قالوا بوضوح أنهم سوف يعني لن يتركوا ترامب بعد خروجه من السلطة لأنه الآن محصن من الملاحقة القضائية الفيدرالية. هم ربما يفكرون في ملاحقته بعد ذلك، وبالتالي حتى لو هو لم يعفو عن نفسه وظل كما هو فربما تكون شعبيته الكبيرة بين أوساط الجمهوريين، وخصوصا أنه سوف ينتقل إلى ولاية فلوريدا حيث مقره الآن. هؤلاء يدعمونه بقوة وسيكون له ربما يعني قوة ضغط تجعل من الصعب إحداث انقسام أكبر في المجتمع الأمريكي، خصوصا وأن الرئيس المنتخب جو بايدن قال أنه لا يريد ذلك، لا يريد أن يستمر النزاع بين الجمهوريين الديمقراطيين أو بين أنصار ترامب وأنصار بايدن في المستقبل. هو يريد أن يوحد الأمريكيين كما قال في خطاب النصر فور إعلان نتيجته الانتخابية، ولا يريد أن يفعل ذلك، يريد أن يضمن سلامة المجتمع الأمريكي. لكن ترامب لو كان ولكن هل ما يقوله بايدن؟ طيب ابقى معي سيد طارق.